دكتور ماجد طمان، هنتكلم النهاردة عن فايدة الأدوية اللي بتساعد في الانتصاب، في إنها بتساعد برضك القلب. أهي في المقالة دي Could فياجرا help this man with heart disease live longer؟ هل الفياجرا والأدوية بتاعت الانتصاب تساعد الإنسان يعيش أطول؟ طلع الكلام ده صحيح. في دراسة اتعملت، دراسة طويلة حوالي 6 سنوات، والسويدية قسموا العينين إلى مجموعتين، مجموعة هتاخد الأدوية زي الفياجرا وسالس اللي هي بنقول عليها BDE5 inhibitors، ومجموعة خدت ألبروستاديل انجكشن، ده بيستخدم برضك في الانتصاب، بس دواء انجكشن بحقنه في القضيب، وقارنوا بين المجموعتين دول، شافوا ايه اني فيهم صحته احسن، خاصة صحة القلب. الدراسة دي ابتدت 6 شهور بعد العيانين دول ما كان عندهم هارت اتاك، لان بعد 6 شهور بنقول العيان غالبا بيبقى عنده ستيبل كورونري ارت ديزيز، مستقر. في اول 6 شهور بعد الهارت اتاك دي اعلى فترة ممكن يحصل له فيها هارت اتاك تاني. والدراسة حقيقي كانت كبيرة، يعني 18,500 عيان، منهم 16,500 خدوا الأدوية، والباقيين اللي هم حوالي 2,800 خدوا اللي هم 16,000، يعني حوالي 2,000 خدوا الحقن، وبعدين شافوا الدراسة شافت بقى الناس حصل لها ايه، لقوا ان البي دي اي 5 الناس اللي خدوا الأدوية دي عندهم نسبة ان هم يجي لهم هارت اتاك او ان هم يحتاجوا انجيوبلاستي او باي باس اقل من المرضى اللي هم خدوا الحقن دي بتاعت الالبروستاديل. يعني الادويه دي حمتهم بتاعت الفياجرا والكلام ده كله، ومشكله وبس 12% لوور ريسك اوف داينج، يعني نسبه الوفاه اقل ب 12% من الناس اللي خدوا الحقن. فطلع ان الادويه دي، وفعلا بالطريقه اللي هي بتشتغل بيها الادويه دي، تتوقع انها بتساعد الاندوثيليال فانكشن، وانها بتساعد برضك ان ما يحصلش هارت اتاك. يعني هو اعتقد ان هو الكلام ده متوقع. فالادويه بيجي لنا العيان اللي هو عنده ذبحه او كلام من ده، ويقول هل ممكن اخد الادويه دي للانتصاب؟ ممكن طبعا، بس ما يحاول ما ياخدش دواء ده في نفس الوقت اللي بياخد نايترايتس معاه. يعني اللي بياخد نايترايتس مثلا بياخدها الصبح بدري، والادويه دي بياخدها بالليل. حاجه زي الناتروماك مثلا بتفضل 12 ساعه. فأقول لو خدها الساعة 7 الصبح وجات الساعة 9-10 بالليل يمارس الجنس ياخد الأدوية بتاعت الفياجرا، هيبقى مفيش الدوائين مش مع بعض في دمه، فما بيحصلش الضغط الوطي اللي احنا بنخاف منه. نفس الكلام يتقال بردك على دواء النيكورانديل اللي هو زي الرانديل، يعني بردك ياخد الجرعة بتاعته بس مرة في اليوم، ياخدها ايه صباحا بدري، برضك نفس فكرة النايترايتس على آخر اليوم هتبقى مفعولها راح. وفي الدراسة دي طلع ان كمان كل ما دواء زادت كميته اللي هو بيساعد الانتصاب، كل ما كان التأثير ان هو يحمي القلب كان أكبر. فدي طبعا كلام جميل لمرضى القلب اللي هم عايز واحد يتجوز وعايز يمارس الجنس مع مراته، فما تبقاش في خوف احتمال ان هو واحد يموت في السكس
احتمال ضئيل خلاص، يعني يستاهل ان الواحد ما يضحيش بحياته الجنسيه. وزي ما شايف شفنا الادويه دي بالعكس طلعت انها بتحمي القلب. هو بس اخطر حاجه لما تيجي تدي الادويه دي مع النترايتس او الليكورانديل في نفس الوقت يهبط الضغط جامد قوي، ساعتها ممكن يعمل لهم هارت اتاك. اوكي، مقاله جميله. ثانك يو دكتور تمام.